لماذا فشلت كل الجهود في إيقاف وتيرة العنف والاغتيالات في عدن؟ جنود، أئمة، أطفال ونازحون، هل أصبحت عدن ساحة للصراع؟ وكيف عجز هادي عن بسط نفوذ الدولة هو والحكومة والأجهزة الأمنية؟ أهلا بكم. تمضي دورة العنف والسلاح المنفلت وترتفع مخاطر تجريف الحياة العامة في عدن، انهيار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في ظل عجز واضح من القيادة الشرعية والأجهزة الأمنية في حفظ واستتباب الأمن في عاصمة اليمنيين المؤقتة. الاغتيالات صورة متكررة باتت هاجسا يؤرق أبناء عدن، لتضيق الحياة بحصار تفرضه أدوات الموت التي باتت شبحا يتربص بالآئمة وبالأصوات المدنية، لتتحول المدينة إلى ميدان للتصفيات السياسية وتحويل عدن إلى ساحة مفتوحة للصراع. تعلو الأصوات المحذرة من مغبة تدمير القيمة المدنية لعدن، وتطالب بتفسير فشل الأجهزة الأمنية في فرض الأمن. مشاهدينا، لماذا عدن؟ هل لأنها عاصمة مؤقتة للشرعية اليمنية؟ أم لأنها أول المدن المحررة؟ لعدن قصة أخرى غير تلك التي رواها السلام، إذ يمد الخوف ظلاله على تفاصيل المدينة. باتت عدن مسرحا للاغتيالات والتصفيات دون أن يكشف القناع عن الجنات. على الرغم من وجود الرئيس هادي وعدد من أفراد حكومته في العاصمة المؤقتة، إلا أن ذلك لم يحد من الفوضى أو يخفف من سوء الوضع الأمني. فالشرعية في العاصمة المؤقتة تعيش واقعا ملتبسا، لكنه لا يعبر إلا عن عجزها وفشل مؤسساتها الأمنية في فرض الأمن على المدينة. فالقوات التابعة لدولة الإمارات باتت هي المتحكم في الملف الأمني والمشهد برمته، وهي من تتحمل مسؤوليته. تمر الذكرى الثالثة لتحرير عدن، والمدينة تعيش حالة من الهلع تسيطر على السكان جراء الفشل الأمني والاغتيالات التي باتت حدث الساعة وحديثها. شهر يوليو جاري شهد ارتفاعا غير مسبوق في حوادث الاغتيال والتصفيات والجرائم التي لم يسلم منها أحد حتى نازح الحديدة في المدينة. قائمة الاغتيالات طالت نائب مدير شرطة الشعب رائد الجهوري وقائد شرطة بئر فضل العقيد فهم الصبيحي ومدير البحث الجنائي بسجن المنصورة سيف الضالعي وعثمان عبد القادر الحاج والشيخ محمد راغب بازرعة إمامة وخطيبة مسجد عبد الله عزام. ترتفع حصيلة الجريمة في عدن إلى قرابة 400 عملية استهدفت عسكريين وشخصيات اجتماعية ودينية خلال العامين الماضيين، بحسب إحصائيات لمراقبين رصدوا مقتل أكثر من 30 من خطباء وأئمة المساجد. تستمر الاغتيالات، وبمقابل ذلك ترتفع الأصوات المطالبة بكشف النقاب عن هذه الجرائم وعن سر عجز الجهات المسؤولة عن الوصول إلى الجنات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ عبد الرحمن باتيس الناشط السياسي، وسينضم معه آخرون في هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور. أهلا بك معنا في المساء اليمني الذي يعود مجددا. أستاذ عبد الرحمن، كيف تتابع ارتفاع وتيرة العنف والاغتيالات في عدن؟ يعني عشرات الحالات التي تم اغتيالها في الآونة الأخيرة، ما هو تفسيرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لكم هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الملف الحساس الذي بات يقلق كل مراقب للمشهد اليمني، سواء من أبناء اليمن أو من يحبون اليمن، وأيضا بات يقلق كل من يطمح إلى إقامة دولة ذات سيادة ودولة مستقرة ناضل من أجلها الأحرار وناضلنا من أجلها سنوات، وهي ما رفعناه شعار لهذه المرحلة، الدولة الاتحادية، الدولة المدنية متعددة الأقاليم. ما يجري في عدن حقيقة وصمة عار في جبين الشرعية بدرجة أساسية، وأيضا في جبين التحالف العربي، يجب أن نقول هذا الكلام.
وجود التحالف العربي في قيادة عمليات تحرير اليمن من الانقلاب وبسط أو استعادة الدولة واستعادة الشرعية اليمنية، وبهذه الحالة وبهذه الوتيرة لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن حالة في العاصمة المؤقتة ومع وجود قيادة الشرعية وقيادة التحالف، هذا الأمر غير مقبول أبدا. نعم، يعني كما تفضلت أستاذ عبد الرحمن، كل يوم ربما تمر حالة من حالات الاغتيالات، أصبح الناس يعيشون حالة توتر أمني، لم يعودوا ينعموا بالأمان. اليوم استهداف لمخيم النازحين بطريقة وحشية، أن يقذف مسلح بقنبلتين على مجموعة من النازحين المفترشين العراق كما يعني تم وصف ذلك، هل وصلت الفوضى لهذا المستوى من الوحشية؟ للأسف الشديد تكرر مثل هذه الأحداث والإنفلات الأمني، أنا بصراحة أقول أنه مفتعل، وأقول أن وراءه جهات عليا لها مصالح ربما يعني ليست آنية، ليست في المرحلة الحالية، هناك سياسات قد تخدم إلى بعيدة المدى، خطط بعيدة المدى في اغتيال يعني كوكبة من العلماء أو المشايخ، ثم استهداف نازحين، يعني المراقب يتجه في يعني يرتبك عندما يحاول. نعم، ما الهدف؟ ما الذي يسعى تسعى إليه هذه الجهة التي تتحدث عنها؟ كان يعني خاصة على مستوى نازحين، ربما أئمة المساجد الذين يعني طالتهم أيادي الغدر كثيرا وعددهم ربما تجاوز العشرينات، لكن النازح لماذا يستهدف؟ إن كان هناك من هدف ظاهر هو إفشال الخطط الأمنية أو الخطط التي أعلنتها الحكومة الشرعية لتطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة وفي المناطق المحررة، لكن أنا برأيي هناك أيضا خطط غير آنية وغير حالية، هي هناك خطط بعيدة المدى، هناك استهداف ممنهج وتقوده أجهزة ربما تتبع دول لا يخدمها استقرار اليمن ولا إقامة أي دولة ذات سيادة في اليمن. نعم، إذن اتساع دائرة الفوضى أستاذ عبد الرحمن، وتفلت أيضا السلاح في ظل وجود رئيس الجمهورية كما تفضلت وقيادة الشرعية ووجود وزير الداخلية وقادة الدولة أيضا، يعني التساؤل البسيط، ماذا يفعل كل هؤلاء في عدن في ظل كل هذه الفوضى؟ حقيقة أن اشتداد وتيرة الاغتيالات والانفلات الأمني هناك تضع علامة استفهام أن هناك ربما وجود الشرعية وقيادة الشرعية في عدن يعني أحد الأسباب لمحاولة إفشالهم أو إظهارهم للرأي العام بأنهم غير قادرين على إدارة المناطق المحررة أو إدارة على الأقل العاصمة المؤقتة عدن، لكن هذا لا يكفي. يعني هل الأمر يحتاج إلى إظهار؟ أليسوا فعلا غير قادرين على إدارة ما الدولة؟ ما يجري يضعهم في دائرة المساءلة وهم غير معذورين في هذا. ما يجري الآن في عدن، المسؤول الأول عن وجود مع وجود الرئاسة وقيادة الشرعية هم نفسهم قيادة الشرعية، يحدث هذا الكم الهائل، يعني سمعنا في التقرير حوالي 400 حالة. نعم، وهناك حالات اغتيال وهناك حالات تفجير و هذا غير المحاولات التي فشلت، غير المحاولات الفاشلة، ومع كل هذا وزير الداخلية باقي على منصبه ومدير أمن عدن باقي على منصبه ورئاسة السلطة باقية في منصبها وتمارس عملها بشكل طبيعي جدا، ولا كأن هناك شيء يحدث، هذا غير مقبول أبدا. نعم، إذن يعني استهداف أئمة الجوامع على وجه الخصوص، وربما قبل أيام تم استهداف أحدهم، ما هي الرسالة التي يراد توجيهها من خلال استهداف هؤلاء الأئمة؟ المساجد والمنابر هي ربما ما قصدتها أنا قبل قليل بأن أقول هناك ربما مشاريع بعيدة المدى، هناك من يسعى إلى مشروع فكري أو نشر أفكار أخرى، لأن رسالة المسجد هي رسالة فكرية، وقد تكون رسالة المسجد أيضا هي رسالة توعوية للمجتمع بخطورة الوضع أو بمساندة مشروع ما، أو استهداف المسجد واستهداف المنبر هي رسالة خطيرة إلى أن هناك مشروع آخر قادم ليحل محل الخطباء الذين تم تصفيتهم واغتيالهم، ربما هناك توجيه سيسعى من يستهدف
هذه الشريحة من المجتمع بوضع عناصر فيها، وهذا ما حدث بالفعل حسب ما قرأنا وحسب ما اطلعنا، أن هناك كل من تم استبدالهم في هذه المواقع، سواء من تم اغتيالهم أو من فر خوفا من أن يقتل، بأفراد يتبعون إلى فكر معين، ربما يعني بدأ التهيئة لمشروع قادم لا يخدم المشروع الوطني اليمني. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الأحمدي، وهو القيادي في مقاومة مجلس عدن سابقا من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أختي الكريمة وضيفك والسادة المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ علي. ارتفاع وتيرة العنف في عدن، استهداف أئمة مساجد، اليوم تم استهداف نازحين في هذه المدينة، ارتفاع أيضا نبرة التحريض المناطقي، كيف تفسر كل ذلك؟ الحقيقة أختي الكريمة كنت بالأمس أطالع بعض الفيديوهات القديمة قبل 3 سنوات، كنا نظهر على بعد تحرير مدينة عدن مباشرة على القنوات المختلفة العالمية ومنها قناتكم قناة بلقيس، وكان الحديث منذ اللحظات الأولى لتحرير عدن انصب تركيزنا على موضوع الجانب الأمني. كنا نستشعر وجود مشكلة قادمة، وهي عدم حضور الدولة بالشكل المطلوب أيام المقاومة. نعم. وبعد التحرير كان يفترض أن عند حصول التحرير أن تنزل الدولة والحكومة بأجهزتها بخطة بجنود أمن مدربين جاهزين. ما حصل هو نوع من التراخي والعجز والاستسلام للفوضى من قبل الحكومة، وهذا كان يعني بداية لتدخلات مختلفة وإنشاء كيانات خارج إطار الدولة، ولم تكن هذه الكيانات تصب باتجاه ترسيخ الأمن قدر ما هي تنفذ أجندة خارجية وتنفذ مصالح شخصية لهذه لقيادات هذه المكونات المسلحة داخل مدينة عدن. باختصار هذا الذي تحدثت عنه أختي الكريمة. نعم. من مشاكل هذه. إذن يعني أنت أعدتنا إلى تراكم المشكلة أستاذ علي، يعني منذ 3 سنوات منذ التحرير كما تفضلت لم تنزل الحكومة ولم تسيطر على المدينة في حال تحريرها، ولكن يعني إلى الآن لم يتخذ أي إجراء، يعني لم تنزل الحكومة سابقا وحتى الآن وهي موجودة ما زال الأمن منفلت، ما زالت الأوضاع غير مستقرة، ما زالت عدن ليست بيد الحكومة فعليا، لماذا برأيك؟ هناك مشكلة صراع الدائر في مدينة عدن الذي كان طرفه دولة الإمارات والحكومة الشرعية اليمنية. هذا الصراع والتجاذب الواضح لم يعد خفي على أحد ومعلن، هذا اللي كان من أكبر المشكلات في تأخير قيام مؤسسات الدولة، غير أن هذا لا يعفي حكومتنا الشرعية من المسؤولية. كان بالإمكان على الأقل تأمين مناطق معينة، بدء في ترتيب بعض الأمور. كان هناك تسابق مع الأسف داخل الحكومة الشرعية لتحصيل المكاسب وترقيم المئات الآلاف من الأرقام العسكرية التي اتضح أن كثير منها ليس حقيقي أو يهدف لمكاسب مادية لشخصيات معينة في وزارة الدفاع أو الداخلية أو غير ذلك، لأن ليس من المعقول أن تكون المنطقة العسكرية الرابعة هي أكبر منطقة عسكرية جمهورية من ناحية عدد الأفراد الذين تسلم لهم رواتب، كذلك الداخلية، ولا تستطيع توفير عدد بسيط ما بين 5000 و 10000 يؤمنوا عدد من الأحياء على الأقل لتكون كمنطقة آمنة تنطلق منها التأمين إلى باقي المناطق. أيضا إدارة الأمن الموجودة في عدن الذي جاء بها هي الحكومة الشرعية وهي المسؤولة عنها، قبل أن نقول أنها تخضع لجهة أو أخرى، المسؤولية قائمة بين 3 أطراف: الحكومة الشرعية التي هي المسؤولة الأول على كل ما يجري داخل عدن، الطرف الثاني التحالف مثلا بدولة الإمارات المتواجدين هم بشكل أساسي في مدينة عدن، الطرف الثالث هي الأطراف الجنوبية التي تتسابق أو تتصارع
لبسط نفوذها على السلطة داخل مدينة عدن، وهذا استدعاء للصراع القديم منذ عام 67، صراع الريف الذي زحف على مدينة عدن وزحف بمشاكله ونزاعاته وخصوماته. الحاصل أن الأمن في مدينة عدن غير موجود منذ 3 سنوات، لا توجد مراكز شرطة تعمل بشكل مطلوب، لا توجد أجهزة بحث جنائي، لا توجد يعني غرفة عمليات موحدة لإغلاق أي منطقة يتم فيها حادث إجرامي أو خلاف ذلك. إلى الآن لم تتحرك، يعني حتى في مجال بعد حصول الجرائم لا ينزل البحث الجنائي. يعني هنا الآن نلوم وزارة الداخلية، لنفترض أن لا يملكون أو مكتفين أو لا يستطيعون عمل أي شيء، على الأقل أن ينزل بحث جنائي لرصد مسرح الجريمة وتدوين القضية وتدوين ملف لهذه القضية للمطالبة والبحث عن الجرائم. أما أن تكون الأمور بهذا الشكل المخيف، نعم، إذن كيف برأيك؟ يعني عدن الآن تتجه للأسف نحو العنف وسيطرة الميليشيا المسلحة والمفلتة، كيف يمكن إنقاذ عدن من هذا المصير؟ والله الأمر طبعا تتحمل أكبر مسؤولية الحكومة الشرعية من رئاسة وأعضاء الحكومة ووزارة، أيضا الجانب الشعبي ينبغي أن يكون هناك تحرك أشبه بما رأيناه في بعض المشاكل التي حصلت في سوق أطرة أو غيرها. كان هناك تحرك شعبي ضاغط بهذا الاتجاه، أيضا كان هناك تحرك شعبي في بعض الجرائم الجنائية التي حصلت في مدينة عدن، مثل بعض حالات الاغتصاب ومقتل إحدى الدكتورة في الجامعة مع أفراد أسرتها. كان لهذا الضغط يعني شعبي أدى إلى تحرك في هذا الجانب. ينبغي على أبناء مدينة عدن وأبناء اليمن بشكل عام يعني أن يكون هناك تحرك ضاغط على الجميع، على الحكومة وعلى التحالف وعلى القوات المتطوعة داخل عدن، بضرورة إيقاف هذا المسلسل الآثم الإجرامي الذي يريد استهداف مدينة عدن في بنيتها الأساسية، في رجال الدين والعلماء وأيضا رجال الأمن والمتخصصين الذين يعني تحتاجهم مدينة عدن، يتم اغتيالهم لإبقاء هذه الميليشيات والكيانات المسلحة مسيطرة ومتنفذة ومستفيدة من هذا الوضع الفوضوي القائم في مدينة عدن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك علي الأحمدي القيادي في مجلس مقاومة عدن سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وسمح لنا أستاذ عبد الرحمن أن ينضم أيضا معنا عبر الدي تي ال أو الأقمار الاصطناعية الأستاذ سامي الكاف الصحفي من عدن. مساء الخير أستاذ سامي. هل تسمعني أستاذ سامي؟ نعم، يبدو أن السيد سامي لا يسمعني حتى الآن، إلى أن يعود إلينا. أعود إليك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك يعني ميليشيا غير معترفة ربما بسلطة هذه، غير معترفة أيضا بالشرعية، وهي التي تدير الملف الأمني داخل عدن. الحزام الأمني لماذا يمارس كل هؤلاء أعمالهم تحت ظل غطاء شرعي من قبل الرئيس هادي؟ يعني حتى الآن لا يعني لم يتخذ أي إجراء نحوهم، أو حتى يعني هناك حديث ربما في العموميات ولكن لم يتم اتخاذ إجراء حقيقي. يعني ألا يعد هادي بذلك مشاركا فيما يحدث؟ حتى نكون منصفين، ما يجري يعني الآن وإلى هذه اللحظة وجود ميليشيات أو وجود كيانات لا تعترف بالشرعية اليمنية وتسيطر على مواقع وتمتلك قرار داخل العاصمة المؤقتة عدن في ظل وجود قيادة الشرعية وقيادة التحالف، أمر يعني غير منطقي تماما. التحالف العربي جاء إلى اليمن لاستعادة الشرعية، واتخذ من هذا الهدف غطاء وشرعية لممارسة عمليات عسكرية داخل اليمن لإسقاط الانقلاب الذي يهدد أمن اليمن وأمن المنطقة، وأيضا هدف استعادة الشرعية. كيف يسمح التحالف العربي ببقاء ميليشيات أو كيانات لا تعترف بالحكومة الشرعية الذي يستمد منها مشروعيتها في التواجد في اليمن؟ هذا لا يخدم أبدا لا أهداف
الشرعية في تطبيع الحياة الآمنة والمستقرة داخل المناطق المحررة، ولا أهداف التحالف العربي في استعادة الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب. هذا الموضوع حذرنا فيه من البداية منذ انطلاق عاصفة الحزم على قيادة التحالف العربي أن لا يسمحوا بتشكل كيانات خارجة عن السلطة الشرعية أو أمراء حروب وميليشيات حرب خارج وزارة الدفاع اليمنية. لكن للأسف الشديد ما نشاهده اليوم هو بقاء بعض هذه الميليشيات خارج الشرعية، وهذا ما يحدث الآن في عدن ربما هو إحدى نتائج هذا ربما التصادم أو يعني عدم الانسجام في تلقي المعلومة الأمنية. يعني الأمن في أي مديرية أو في أي مدينة أو يعني كيف بعاصمة بحجم عدن يجب أن تتكاتف الجهود لتأمينها، جهود أمنية وجهود عسكرية. والجهود الأمنية هناك جهود استخباراتية بحتة، ينبغي أن تحدد المعلومة الصحيحة لوجود خطر ما في موقع ما. كيف يمكن أن تحصل أن يحصل جهاز أمني على هذه المعلومة في ظل التصادم الذي هو حاصل والتعدد في الأجهزة وفي يعني الكيانات التي تحكم عدن؟ نعم، إذن عاد إلينا سيد سامي الكاف عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساء الخير أستاذ سامي. مساء النور أستاذ سامي، تسمعوني؟ نعم نعم، يبدو أن الصوت لدي منخفض قليلا. إذن اغتيالات مستمرة وفوضى تزداد يوميا في عدن أستاذ سامي، كيف تتابع ذلك؟ طبعا واضح أن الأحداث التي تمر بها المدينة مقلقة تماما، خصوصا في ظل هذه حوادث الاغتيالات التي عادت إلى السطح وبقوة. عموما مثل هذه الأحداث يجب أن تسلط الضوء على الأجهزة الأمنية التي يقع على عاتقها القيام بمهامها لفرض سيطرتها الأمنية على عدن كمدينة، حتى هي بكونها مثالا لبقية المدن باعتبارها العاصمة المؤقتة لليمن. ما هو حاصل نتيجة طبيعية لتعدد الأجهزة الأمنية الموجودة في المدينة، لدرجة أنه إلى الآن ما زال الوضع كما هو دون حل، يفرض منطقه على المدينة. بمعنى الآن ما زالت القوة الأمنية المتمثلة بألويات الحزام الأمني لا تتلقى تعليماتها من وزارة الداخلية. المفترض أنها، يبدو أن الخط انقطع. نعم نسمعك أستاذ سامي، اسمعك جيدا. تلقى تعليماتها من وزارة الداخلية التي هي ممثلة للشرعية. نعم. إذن لكن ما هو حاصل أنها لا تتلقى هذه التعليمات من الشرعية. لكن يعني إلى الآن والشرعية هي قابلة بهذا الوضع، يعني حتى الآن لم تتخذ أي إجراء، رغم أن يعني إذا سمحت لي فقط تعقيبا على هذه النقطة، يعني الرئيس بعد أيام من تسمعني أستاذ سامي؟ يبدو أن الخط انقطع. إذن يعني إلى أن يتم تضبيط مسألة الصوت معك أستاذ سامي سأعود إليك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، يعني كنت نتحدث كما سمعت إلينا أنا والضيف الصحفي سامي الكاف عن مسألة أنه فعلا أجهزة لا تستجيب للدولة كما تفضلت وتحدثت، ولكن يعني الرئيس بعد أيام من وصوله أعلن عن قرار لدمج الفصائل المسلحة، وبطبيعة الحال هو يعني الحزام الأمني وقوات النخبة في حضرموت وما إلى ذلك، وكل هذه الأجهزة التي يعني أنشئت دخيلة على الأجهزة الأمنية يعني، ولكن حتى لم يعني يتم أي دمج لهذه الفصائل، وكأن هذه القرارات يعني لا يتم تطبيقها، لأنه في الحقيقة لا أحد أصلا يعترف بهذه الشرعية أو بالرئيس هادي. يعني هناك من يعني يتم دعمه من قبل إحدى دول التحالف وهي الإمارات، وهي الأمر الناهي في هذه النقطة. النتيجة طبيعية، بما أن إدارة الأمن في عدن لا تتلقى أوامرها الأمنية من وزارة الداخلية، النتيجة ما نراها الآن واضحة.
يعني لا تحتاج حتى الآن إلى بحث شديد عن أسباب الانفلات اللي حاصل. أصبحت الصورة واضحة جدا، بقاء أجهزة الأمن، وليس الأمن فقط بل أيضا أجهزة الاستخبارات، الأمن المركزي والأمن السياسي وغيره. نعم، إذا ما يعني ما الحكمة أن تظل وزارة الداخلية بهذا الصمت؟ يعني ربما تحدث أو خرج الوزير الميسر يعني قبل أشهر ليتحدث أنه عمليا لا يستطيعون السيطرة على المناطق المحررة لأن هناك يعني ميليشيا مسلحة تمنع ذلك، ولكن لم يتخذ أي إجراء. يعني لما صمت الميسري حتى الآن؟ يعني هل تحسن الوضع؟ لا، ما زال الوضع كما هو عليه. ربما بعد الزيارة الأخيرة إلى الإمارات وهي الدولة القيادية في التحالف العربي، رأينا أن الخطاب بدأ يعتدل وبدأ هناك انسجام ربما ظاهرا بين الشرعية وقيادة التحالف العربي، بأن أولا تم إعلان أن لا وجود لأي سجون خارج سلطة الشرعية وخارج إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية، وهذا منافي للصحة. لا، هذا أمر نحن رحبنا به، أن تعلن السلطة الشرعية ووزارة الداخلية مسؤوليتها عن كل السجون المتواجدة في المناطق المحررة، هذا أمر جميل ويبشر بخير. لكن واقعا في الواقع هناك ما زال مختطفين خارج يعني خارج يعني الشرعية، وهناك مخفيين قسرا، وهناك مطالبات واعتصامات لأهالي المخفيين، وهناك بيانات إما أن تتحمل المسؤولية كاملة. وهناك تقارير لمنظمات محلية ومنظمات دولية تدين وتؤكد وجود سجون سرية. هذا الأمر وهذه وكل هذه الأمور تثبت أن الشرعية اليمنية ممثلة بالرئاسة والحكومة لا يمكن أن تحقق يعني الأهداف التي تعلنها ونعلنها جميعا من دولة مدنية، من دولة ذات سيادة. ما هي الشرعية بدون سيادة؟ إذا لم تكن لديك سيادة في عاصمة البلد، في العاصمة المؤقتة التي تتواجد فيها، فماذا تعني شرعيتك في هذه الدولة؟ دعني أنقل مثل هذا التساؤل للأستاذ سامي الذي عاد إلينا. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ سامي. مرحبا مرة أخرى. تسمعني الآن جيدا؟ نعم. إذا كنا نتحدث في مسألة وجود ميليشيا مسلحة، الحزام الأمني، وجود يعني جماعات مسلحة خارج إطار الأجهزة الأمنية التي تتحكم بها الشرعية. ربما كان الناس يتحدثون أنه لأن السلطة الشرعية غير موجودة في عدن، هذا ما يحدث، تنشأ خلايا أخرى لا تأتمر بأوامر الأجهزة الأمنية. الرئيس هادي الآن له أكثر من شهر كما يعرف الجميع، ولكن لم يتحسن من الأمر شيء. أغلب قيادة الدولة موجودة في عدن، وأيضا ما زال الوضع كما هو عليه. ما هو تفسيرك؟ يبدو أن الخط انقطع مرة أخرى. لم تسمعني مرة أخرى؟ إذا أعود إليك أستاذ عبد الرحمن. ربما أن هناك مشكلة لدى الأقمار الاصطناعية. أستاذ عبد الرحمن، إذا لو تحدثنا عن عدن كونها أولى المحافظات التي تم تحريرها، يعني قبل 3 سنوات الوضع فيها لم يستقر أبدا، على عكس بعض المحافظات التي ربما تشهد استقرار أفضل مثل حضرموت، الوضع هناك أفضل بكثير رغم أن الأجهزة الأمنية وقيادة الدولة في عدن وليست في حضرموت. ما هو تفسيرك؟ المناطق التي لا تشهد اختلالات أمنية تشهد أيضا ربما عجز في جانب الخدمات. نعم، نسيان من الدولة. الواقع هو يشهد يعني في كل المناطق المحررة يشهد غياب لوجود الدولة. ما تشكو منه عدن تشكو منه حضرموت، وتشكو منه المهرة، وتشكو منه سقطرة، ولكن على الأقل هناك استقرار أمني نسبي. يعني هناك ربما نسبيا أن يكون هناك استقرار أمني في ساحل حضرموت، عندنا في حضرموت، لكن الوادي يشهد اغتيالات شبه يومية. الوضع في وادي حضرموت لا يبعد كثيرا عما يحدث في عدن، اغتيالات وأحداث عنف يوميا نشهدها في وادي حضرموت. الخدمات تغيب في عدن وتغيب في ساحل حضرموت. كل ما يجري في المناطق المحررة هو يؤكد أن على السلطة الشرعية ممثلة بالرئاسة والحكومة أن تنفذ ما يتم إعلانه في المنابر الإعلامية واقعا على الأرض. ما تحدث إليه الأستاذ علي الأحمري قبل قليل وهو يستنهض الشارع
يعني الصوت الشعبي في مساندة الدولة ضد ما يحدث الآن من انفلات أمني، الشارع بدأ يفقد ثقته في الشرعية الآن. استمرار الوضع لثلاث سنوات على ما هو عليه في ظل شعارات وإعلانات يعني ولا يوجد شيء يلمسه المواطن البسيط لا أمنيا ولا خدميا، هذا بدأ يفقد يعني ثقة الشارع بالسلطة، وبدأ الناس يتشبثوا بأي مشروع آخر ربما يناهض هذه الشرعية. على الشرعية الآن أن يعني تستدرك الواقع وتستدرك الأمر وتبدأ ببسط سلطتها أولا في العاصمة المؤقتة عدن، وبسط سلطة الدولة يعني تشغيل كل مؤسسات الدولة التابعة للشرعية، وأن يتم دمج كل الأجهزة الخارجة عن الشرعية والتي لا تتبع وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع إلى وزارتي الداخلية والدفاع. توحيد المعلومة وتوحيد الأمر العسكري أو الأمني من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مهم جدا. نعم، سنتحدث عن هذه النقاط أستاذ عبد الرحمن، ولكن بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي فهمي الثقاف. مساء الخير أستاذ فهمي. أهلا بك أستاذ فهمي. يعني عدن مدينة الحب والتعايش مؤخرا تدخل دوامة الفوضى والعنف للأسف، كل يوم ربما أو كل فترة تمضي لابد أن نسمع عن حادثة اغتيال أو حادثة أمنية هنا أو هناك، ما تفسيرك أستاذ فهمي؟ يعني أنه أولا آلة النقل استعرفت نشاطها مجددا في عدن بعد أن حفظ قليلا هذا النشاط، الآن تعالته بوتيرة مسارعة. لقد مثلا أمس تقريبا جريمة الإطلاق العازل اللي تم إعلانها أو عرفنا عنها تفصل بين كل جريمة أخرى مجرد ساعات. اليوم اللي طلع يعني حوالي ثلاث جرائم مع بعض والفارق بينها ساعات أيضا. هذه القوى الأمنية أو الأجهزة اللي يطلق عليها أنها أجهزة أمنية داخل عدن طبعا مسميات كثيرة لكن أين الفعل على مستوى الواقع؟ بعضها يخضع للشرعية وبعضها لا يخضع للشرعية حتى اللحظة. نسمع عن اتفاقات تمت على أساس أنه مع وزير الداخلية ودولة الإمارات وقلنا أيضا ضمن دول التحالف، لكن كثير يتفائلوا خيرا من الامور بتمشي الى الافضل على الاقل الملف الامني، لكن ما يحدث الان يمشي بالعكس للاسف الشديد. طيب الامر هو فيه انه نحن امام اطراف صراع يتبادل فيما بينهم رسائل مفخخه للاسف الشديد ناميه عنيفه. المتضرر منها بالتاكيد هو المواطن عندما يختل في مدينة الأخر الصغار إلى جانب الثلاثة الأخرى التي لا زال تتلقى يوم الفكر آخر القدمة الجهور العملة، هذه كلها عوامل فعلا تراكم الأزمات وستصل في مرحلة ما إلى حالة انفجار وانفجار عنيف أعتقد أنه سيطار الجميع. يعني هل هناك حالة أكثر انفجارا من الوضع الحالي أستاذ فهمي؟ نعم. هل هناك حالة ربما تدعو إلى الانفجار أكثر من هذا الوضع؟ يعني هل هناك تطور لهذا المشهد؟ هذا الوضع آلة القتل هذه متنقلة من حي إلى آخر ومن مدينة أخرى داخل عدن، هذا الشيء لأنه تم صراع يدور بين أطراف. نعم، برأيك أستاذ فهمي الصراع الآن الذي يعبر عنه بالقاتل سيصل إلى محل ما وبين بالتأكيد. نعم أستاذ فهمي، برأيك يعني لما لا يكون للرئيس وللحكومة موقفا واضحا من الميليشيا الموجودة من أي يعني أجهزة لا تتبع الجهاز الأمني من أي ميليشيا مسلحة لا تأتمر بأمر الدولة، لما لا يكون هناك موقف واضح منها؟ للأسف الشديد كل جرائم القتل التي حدثت خلال الأيام السابقة إلى فترة اليوم، فترة اليوم يعني
سوف يقدر على مجموعه من العمال المقاومين من ابناء عامه ويقال انهم نازحين وتقتل 20 وتجرح 20 وضرب هذا الجائع كله دون ان نسمع تفسيرا من مدير الامن في المحافظه او من وزير الداخليه فرصه يحدث وما الذي فعله الامن اداء ما عرف لا للاسف الشديد يعني نعم هذه الجرائم كلها ولم تحرك احد من المسؤولين على الاقل يخاطب المواطن يخاطب المواطن ويشرح للمواطن ما الذي يحدث بالضبط للاسف الشديد. بالتالي واضح انه تم عدم الاختلاف هذا عدم الاختلاف يعني له اسباب بالتاكيد. هل هؤلاء يعني لا يبني لديهم ما يقوله المواطن؟ إذا هذا المواطن أستاذ فهمي يعني وأنت تتحدث عن هذا المواطن يعني كيف يمكن لأبناء عدن وناشطيها ومجتمعها المدني أيضا ووجهات عدن أن يحاولوا أن يعني يحدوا من انزلاق المدينة إلى العنف أن يكون لهم موقف مما يحدث هل يمكن ذلك؟ للأسف الشديد يعني ناشطي عدن ومنظمات المجتمع المدني في عدن حتى اللحظة لم تتحرك التحرك المطلوب الجاد الفعال. ربما لا أسبابها لكن أيا كانت الأسباب فينبغي أجزاء الفرق. لأنه ما يحدث في البلد هو يهدد أمن واستقرار المجتمع بل يقوم أمن كامل. نعم. وجه السؤال الباقي أن منظمات المجتمع المدني ليس لديها الكثير أن تفعلها، على الأقل الناس تعبر عن موقف وتطلق حالة وعي لدى المواطن ربما تضغط على السلطة الدائمة الآن وربما تشكل ضغط على التحالف أو كلاهما وهو مطلوب، التحالف أيضا مسؤول عما يجري داخل عدن. نحن الآن في العام الرابع لم يتغير شيء. نعم. إذا شكرا. نحن الآن في العام الرابع يفترض أنه الأمن على الأقل صحيح ظروف وأحوال الأجهزة الأمنية ويفترض أنه تم تأهيل سابر لكن للأسف الشديد حالة كلها الأجهزة الأمنية حتى الآن أقسام الشرطة والآخرة تشتغل دون المستوى. نعم وهذا ما نأمل يعني أن يحدث أن يتحرك أبناء عدن لإنقاذ مدينتهم بأي وسيلة كانت للضغط على الحكومة على الأقل بإيقاف هذه الميليشيا الخارجة عن أجهزة الدولة وضبط الأمن والمسائل الداخلية. شكرا جزيلا لك فهمي الثقاف المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ربما نحاول مرة أخرى مع الأستاذ سامي الكاف بعد إذنك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ سامي مرحبا بك. مرحبا مرة أخرى. نعم أتمنى أن تكون تستمع إلي الآن جيدا. نعم نعم إذن كنا نتحدث عن تعدد الأجهزة الأمنية أستاذ سامي وعدم اتخاذ الرئيس هادي الذي يعني هو الآن في عدن أي موقف واضح من هذه الأجهزة التي لا تتبع أجهزة الدولة ولا وزارة الداخلية برأيك لما لم يتم اتخاذ أي خطوة حيال ذلك؟ أولا قراءة المشهد نفسه لا ينبغي طرح السؤال على هذه الشاكلة لماذا لم يتخذ وإنما لماذا إلى الآن لم يتم جلوس الأطراف المتصارعة في عدن على طاولة واحدة للوصول إلى حل لحلحلة الإشكاليات التي حدثت بينهما بحيث أدت إلى أحداث دموية في يناير الفائت. الآن لا يمكن للشرعية التي يمثلها الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يستثني هذه الأطراف التي هي تسيطر على الأرض وفي نهاية المطاف بغض النظر إن كانت هي ميليشيات مسلحة أو مجاميع مسلحة تحت مسميات ألوية الحزام الأمني أو النخبة هي في الأخير مكونات جنوبية موجودة على الأرض وبالتالي يجب الجلوس معها للوصول إلى حل بحيث ينطلق الجميع في اتجاه واحد لمواجهة العدو الذي انقلب على الدولة في 2014. من هنا ينبغي قراءة المشهد في هذا الإطار وليس الضغط على الرئيس هادي بحيث أنه يلغي هذه المكونات.
لا يستطيع، لأنها هي في الأخير مسيطرة على الأرض. فضلا عن ذلك هي جزء أساسي من الجنوب، لا يمكن استثناءها. يعني حتى أوضح الفكرة أكثر، عندما يصل التحالف العربي إلى إنهاء النزاع المسلح على مستوى اليمن، سينبغي عليه أن يجلس إلى طاولة واحدة مع كل الأطراف السياسية بمن فيهم الحوثيين. لا يمكن استثناء الحوثيين من الحل السياسي الذي يفترض أن يرسم معالم دولة المستقبل. وهذا الأمر ما يجب أن ينطبق على مستوى المشهد في جنوب اليمن. وبالتالي الآن المشكلة الأساسية تقع على التحالف الذي أتى في 2015 لاستعادة شرعية الرئيس عبد الرب المنصور هذه، وأعلن أنه مع هذه مع استعادة هذه الشرعية ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية. إذن السؤال الآن، ما الذي يفعله التحالف في جنوب اليمن بحيث لا تمضي الأمور في هذا الاتجاه؟ نعم، إذن يعني الإشكال، نعم أستاذ سامي، يعني الإشكالية يعني التي ربما تقلق المتابع والمنتمي لمدينة عدن، أن عدن مدينة التعايش والمعروفة تاريخيا بأنها مدينة، نعم، المدنية أيضا. يعني ما يحصل الآن يشوه تاريخ هذه المدينة وحاضرها. هل سيقبل أبناء عدن والمجتمع المدني ما يحدث فيها حتى الآن، وكيف يتم تجريف هوية عدن التي لازمتها منذ سنوات؟ للأسف الشديد الصورة الذهنية المترسبة في عقل العدني واليمني بشكل عام عن مدينة عدن هي تلك المدينة التي كانت مثالا للتعايش السلمي فيما بين سكانها، بغض النظر عن أي فروقات في الدين أو الطوائف أو في الجنس أو اللون أو ما إلى ذلك أو لأي سبب من الأسباب. الآن ما يحدث في عدن نتيجة تراكم لسنوات طويلة من شحن مفاهيم المناطقية والعنصرية وحتى التعدد الديني. يعني لو عدنا بالذاكرة قليلا إلى الحرب التي نشبت في عام 2015، نعم، رفع المقاتلون شعارات دينية بحق متدينين آخرين تحت راية المجوس الروافض ما إلى ذلك، وليس الدفاع عن شرعية الرئيس اليمني عبد الرب المنصور هادي. وتراكمت مثل هذه المفاهيم التي تغذي الانقسام حتى على مستوى المناطق. وما رأيناه في السنوات الأخيرة خصوصا في السنتين الأخيرتين دليل واضح على أن المناطقية انتشرت بشكل مخيف، صحيح، إلى درجة أنها ألغت، نعم، الهوية التي اتسمت بها مدينة عدن وهي الجامعة لكل الناس. نعم، وصلت الفكرة أستاذ سامي الكاف الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أخيرا أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن، يعني برأيك ما الخطوات الحقيقية التي يفترض على الرئيس هادي والحكومة اتخاذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشهد في عدن؟ بداية استسمحك عذرا أن أنوه لو بسيطا على ما ذكره الأخ سامي. يجب أن نوصف الصراع الحاصل الدائر الآن في اليمن. هناك انقلاب وهناك شرعية وهناك تحالف عربي يسند هذه الشرعية لاستعادة بسط نفوذها على اليمن وإسقاط هذا الانقلاب. أي شيء يخرج عن هذا الإطار ومحاولات حرف بوصلة الصراع والحرب الدائرة الآن في اليمن لا تخدم أبدا لا استعادة الدولة ولا إنهاء الانقلاب. من يمنون بعض الفصائل أن هناك ربما بعد هذا الصراع سنعود إلى طاولة حوار وسيتم التحاور حول شكل الدولة، حول ما سيحدث في اليمن مستقبلا، هذا أمر غير مقبول. نعم به وهذا أود، يعني لم يعد لدي المزيد من الوقت، يعني سأختصر. أن تحدد لي، نعم، أهم النقاط التي يجب على الحكومة اتخاذها للمشهد في عدن. أولا يجب أن ننهي هذه النقطة في ثواني لو بسيطة. هناك مرجعيات ثلاث حددتها المرحلة الحالية في اليمن، وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل ومبادرة خليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها 2216. فأي حل يخرج عن هذه المرجعيات هو باطل ولا يمكن أن يستند إلى مشروعية، وهذا أمر مهم جدا. ووثيقة الحوار الوطني قد أفرزت حلا كاملا لكل المشاكل اليمن جنوبها وشمالها.
فيما يجب أن تقوم به الشرعية والرئاسة اليمنية والحكومة للخروج مما هي فيه الآن أو لتطبيع الحياة في اليمن، أنا من وجهة نظري أرى أن يجب أن تبسط الشرعية نفوذها في كل شبر من اليمن، أن تفعل كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والنيابات، أن يتم بسط نفوذ الدولة وتشغيل المحاكم والأجهزة الأمنية في كل المحافظات المحررة. ثانيا أن يتم إنهاء ملف الانقسام والتشظي الحاصل ونشوء جماعات خارجة عن الشرعية، وهذا يتحمل مسؤولية التحالف العربي أن لا يسمح بوجود أي كيانات خارج الشرعية وأن يسارع في دمجها في مؤسسات الدولة. وهذا ما يفترض به أن يكون. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرحمن باتيس الناشط السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.